انطلقت بمراكش اليوم أشغال المؤتمر السنوي حوارات أطلسية في دورته الثامنة ليناقش موضوع قضايا الجنوب في عصر الاضطرابات، وذلك بمشاركة نحو 400 شخصية من 66 دولة. ويأتي موضوع دورة هذه السنة من هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تحت رعاية الملك محمد السادس، امتدادا لموضوع السنة الماضية الذي تناول موضوع ديناميات أطلسية تجاوز نقاط القطيعة. المنظمون قالوا إن خيار دورة هذه السنة تمليه التحديات المتعددة التي تواجهها بلدان الجنوب في ظل استمرار الصراعات والتهديدات الإرهابية وارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب والتوسع الحضاري السريع، إضافة إلى تداعيات تغيرات المناخ، وذلك في وقت تعرف فيه إفريقيا نموا ديموغرافيا غير مسبوق، مما يشكل مصدر قلق للبعض ومصدر أمل للبعض الآخر. للمزيد نتابع توضيحات موفدتنا إلى مراكش رجاء فضلي. إذن يتم في هذه الأثناء تقديم التقرير السادس لطيارات أطلسية. هذا التقرير الذي يتناول بالتحليل موضوع الجنوب في عصر الاضطرابات، ويتم تناول هذا الموضوع بتحليل مجموع المشاكل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الجنوب حاليا. تقرير من 190 صفحة يأتي في إطار الدورة الثامنة لمؤتمر حوارات أطلسية. هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة العديد من الخبراء والسياسيين فاعلين حكوميين وغيرهم، يحضر إلى جانب ضيفا من أجل التفصيل في موضوع هذا التقرير السيد محمد لوليشكي، وهو باحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. أهلا وسهلا بك سيد لوليشكي. أهلا وسهلا. بداية سيد لوليشكي، نريد أن نتحدث عن أهم التحديات والاضطرابات التي يعيشها الجنوب اليوم في المحيط الأطلسي. تتناول هذه الدورة الاضطرابات والقلاقل التي يعرفها العالم في ظروف الراهنة، والتي تتمحور أولا حول السلم والأمن الدوليين، والموضوع الذي أخذ الاهتمام الأكبر من الباحثين وفي المناقشات هو موضوع الساحل، نظرا للانعكاسات السلبية لهذه المعضلة ليس فقط على الدول المعنية دول الساحل، ولكن كذلك على دول الجوار فيما يخص استقرارها، فيما يخص الحكمة، فيما يخص التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب هذه المنطقة. وتعلمون على أن الوضع في الساحل لا يهم فقط الدول المعنية مباشرة، ولكن يعني كذلك المجموعة الدولية بأسرها، نظرا لأن الحالة هناك تزداد خطورة وتزداد تعقيدا، ولا يمكن للدول وحدها أن تجابه هذه التحديات بدون مساعدة فورية ومساعدة مهمة جدا من طرف المجتمع الدولي. طيب سيد لوليشكي، هناك حديث كثير من خلال هذا التقرير على ضرورة إرساء حوار بناء بين مختلف الدول الموجودة في منطقة المحيط الأطلسي. هل ترون أن الحوار وحده كاف من أجل تجاوز الانقسامات والقطيعة بين مختلف البلدان الموجودة في المنطقة، أم أن هناك استراتيجيات فاشلة نتجت عن هذه الانقسامات ومتجاوزة لم تستطيع أن تحل هذه المشاكل؟ الحوار هو ضروري، ولكن ليس كافيا، لأن في الحوار يجب أن تكون هناك عزيمة للتوصل إلى حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين أو المصالح الأطراف كلها. ونعلم الآن على أن كل ما يمكن أن يقع في منطقة وعية من العالم لها انعكاسات على مجموع العالم، لأن العولمة
هذا من 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 نتائج العولمة. فمثلا الآن هذا النقاش ما بين الولايات المتحدة والصين له انعكاسات على كل الدول، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول السائرة في 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 طريق النمو. إذن يجب أن يكون هناك حوار، ولكن يجب أن يكون هناك عزيمة للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الدولي برمته. طيب، في سؤال أخير وبعجالة، كان هناك حديث أيضا مطول عن دور الثقافة والدبلوماسية الثقافية في تجاوز المشاكل التي تعيشها المنطقة. كيف يمكن للثقافة أن تحل المشاكل التي عجزت السياسة عن حلها اليوم؟ الثقافة يمكن لا يمكنها أن تحل كل المشاكل، ولكن يمكنها أن تساهم في حل هذه المشاكل. لماذا؟ لأن أولا الثقافة هي مجموعة من القيم التي تكون رصيدا مشتركا لكل الدول، لكل الشعوب ولكل الحضارات. ثانيا الثقافة هي في الواقع غير منحازة لأي طرف من الأطراف. ثالثا الثقافة هي أداة للتقارب بين الدول، ما بين الشعوب وما بين الثقافات، ولا أدرى من ذلك من المجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة فيما يخص تقريب ما بين الديانات والتقريب بين الحضارات، وكون اجتماعات من هذا القبيل تتطرق إلى هذه إلى معضلة السلم ومعضلة التقارب ما بين الدول عبر الدفع بمقاربة ثقافية، مقاربة ما يسمى بالدبلوماسية الناعمة أو الدبلوماسية الذكية. أشكرك جزيلا على هذه التوضيحات سيد محمد لوليشكي، وأنتم باحث في مركز السياسات من أجل جنوب جديد. شكرا على هذه التوضيحات. شكرا، بارك الله فيك. أعود إليكم إلى استوديوهاتنا في طنجة، وطبعا سأوافيكم بآخر مستجدات حوارات أطلسية في نشراتنا اللاحقة.